ولا ندى حضرك حين ذرأت النفوس. فلك الحمد حمدا متواليا يدوم ولا يبيد، غير مفقود في الملكوت ولا منتقص في العرفان. في الليل إذا أدبر وفي الصبح إذا أسفر، بالغدو والآصال والعشي والإبكار. كلت الألسن عن صفتك وانحسرت العقول عن كن معرفتك، وتواضعت الملوك لهيبتك، وعنت الوجوه لعزتك، وانقاد كل شيء لقدرتك، وخضعت الرقاب لسلطانك. وكيف لا يعظم شأنك عند من عرفك وهو يرى من عظم خلقك ما يملأ قلبه ويذهل عقله، مروعد يقرع القلوب وبرق يخطف العيون. لم ترك العيون فتخبر عنك، بل كنت قبل الواصفين من خلقك. لم تخلق الخلق لوحشا ولا استعملتهم لمنفعة، ولا يسبقك من طلبت ولا يفلتك من أخذت، ولا ينقص سلطانك من عصاك، ولا يزيد في ملكك من أطاعك، ولا يرد أمرك من سخط قضاءك، ولا يستغني عنك من تولى عن أمرك. كل سر عندك علانية، وكل غيب عندك شهادة. أنت الأبد لا أمد لك، وأنت المنتهى لا محيص عنك، وأنت الموعد لا منجى منك. بيدك ناصية كل دابة، وإليك مصير كل نسمة. سبحانك اللهم، ما أعظم ما نرى من خلقك، وما أصغر عظيمه في جنب قدرتك، وما أهول ما نرى من ملكوتك، وما أحقر ذلك فيما غاب عنا من سلطانك، وما أسبغ نعمك في الدنيا، وما أحقرها وما أصغرها في جنب نعم الآخرة. من ملائكة أنشأتهم إنشاء، فأسكنتهم سماواتك ورفعتهم عن أرضك، وأكرمتهم بجودك، وأتمنتهم على وحيك، وجنبتهم الآفات، ووقيتهم البليات، وطهرتهم من الذنوب، فليس فيهم فترة
ولا عندهم أفلام، لا يغشاهم نوم العيون ولا سهو العقول ولا فترة الأبدان. هم أعلم خلقك بك وأخوفهم لك وأقربهم منك. لم يسكنوا الأصلاب ولم يضمنوا الأرحام، ولم يخلقوا من ماء مهين، ولم يتشعبهم ريب المنون. ولولا تقويتك لم يقوم، ولولا تثبيتك لم يثبتوا، ولولا رحمتك لم يطيعوا، ولولا أنت لم يكونوا. وإنهم على مكانهم منك ومنزلتهم عندك واستجماع أهوائهم فيك وكثرة طاعتهم لك وقلة غفلتهم عن أمرك، لو عاينوا كنها ما خفي عليهم منك لحقروا أعمالهم ولزروا على أنفسهم ولعرفوا أنهم لم يعبدوك حق عبادتك ولم يطيعوك حق طاعتك. سبحانك خالقا ومعبودا بحسن بلائك عند خلقك محمودا، وسبحانك خلقت دارا وجعلت فيها مأدبا مشربا ومطعما وأزواجا وخدما وقصورا وأنهارا وزروعا وثمارا، ثم أرسلت داعيا يدعو إليها، فلا الداعي إليها أجابوا ولا فيما رغبت رغبوا، ولا إلى ما شوقت إليه اشتاقوا، بل أقبلوا على جيفة قد افتضحوا بأكلها واصطلحوا على حبها، وأعمت أبصار صالحي زمانها، وفي قلوب فقهائهم من عشقها، ومن عشق شيئا أعشى بصرا وأمرض قلبا وأمات لبا، فهو ينظر بعين غير صحيحة ويسمع بأذن غير سميعة. قد خرقت الشهوات عقله وأماتت الدنيا قلبه، وولهت عليها نفسه، فهو عبد لها ولمن في يديه شيء منها. حيثما زالت زال إليها، وحيثما أقبلت أقبل عليها، لا ينزجر من الله بزاجر ولا يتعظ منه بواعظ، وهو يرى المأخوذين على الغروة حيث فارغوا الدور وصاروا إلى القبور وحشروا إلى دار دانت لهم فيها دواهي الأمور.